ايه افرق؟ خبرني قال له اوفر بيتزا وانا جوعان بوقتها، زي ما كانه بيعرفوا انه واحد مخور. هات لنشوف شوي، 7 دولار. الو، ايطاليانو بيتزا، تفضل. مرحبا، هلا، جاني هلا من عندكم اوفر بيتزا كبيرة ب7 دولار. 100% مزبوط، عظيم عظيم. هيدي العجينة الرقيقة ولا العجينة السميكة؟ نفس الشيء انت بتنقي استاذ. نفس الشيء. طب هيدي فليفر، هيدي شو؟ تشيكن، بيبروني، فيجيتيريان، شو هاي؟ اللي بدك اياه، الطعم اللي بدك اياه، فيها تكون فيجيتيريان، فيها تكون تشيكن، بيبروني، انت اللي بدك اياه بتنقيه. بس في يحط نص فيجيتيريان نص بيبروني؟ تكرم عينك، نص بيبروني نص تشيكن. اكيد اكيد. طيب اذا صنيها ثلاثة، تلت تشيكن، تلت بيبروني، تلت فيجيتيريان، فيه تكرم عينك. اف هنقدم موسع معكم. نعم، السؤال، الاطراف في احشيهم جبنه؟ ايه اكيد فيك، بس بزيد دولار. بزيد دولار؟ نعم، بصير 8 دولار 100%. لانه 7 ودولار 8. صح. اوكي، سؤال، انتوا الجبنه اللي بتحطوها بالبيتزا، هل الجبنه اللي بتستعملوها هي صفرة ولا بيضة؟ جبنه بيضاء استاذ. بيضة؟